دي كانت آخر استعدادات فريق 2001 تحسبا لعودة الدوري مرة أخرى إن شاء الله في الأول من إبريل. أيضا نروح نشوف آخر استعدادات فريق 2005 وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل أستقبل ضيفي نجم الأهلي السابق كابتن أمير عبد الحميد. والله يعني فترة التوقف بتاعت الامتحانات دي، حتى فترة التوقف يعني احنا بنذاكر وبنتمرن، يعني كابتن عبد الله المدرب البدني كان بيبعت لنا فيديوهات على الواتساب عشان نتمرن، يعني عشان دايما المستوى البدني بتاعنا يبقى جاهز، حتى لما رجعنا بعد فترة التوقف بدينا نتمرن تمرينات قوية جدا عشان نرجع جاهزين. طبعا كنا مركزين في الدراسة وكنا مقضيين وقتنا كله في التمرين، بس كان عندنا كابتن عبد الله كان بيبعت لنا فيديوهات على الواتس، كان بيأكد علينا ان احنا نعملها يعني، وساعات كنا بنتكلم زوم تمام ونعملها فيديو كول، بس كانت فتره يعني كنا رجعنا الفورمه بتاعتنا فيها، يعني محدش وقف تمرين. طبعا حاجه كبيره قوي ان انا اصعد مع 2003، طبعا بكتسب خبرات وكده، لعبت 2003 لعبه على اعلى مستوى، وكابتن شرف كان بيتكلم عليا كلام كويس قوي، وحاجه فخور بيها طبعا انا طلعت 2003. والله والحمد لله موسم كان مليان ماتشات، ولما صعدت مع 2003 ولعبت ماتش مقاولين كانت تجربه صعبه، من دوري منطقه مع 2005 لدوري الجمهوريه بتاع 2003، شاركت في ماتش صعب قوي، ماتش المقاولين العرب، كان في طابع خاص، في اللي هو يعني في قلق انك تشارك، تكون بتلعب مثلا في دوري منطقه وتطلع تشارك مع دوري جمهوريه مع 2003، في حاجه صعبه قوي ليا، الحمد لله نزلت واديت الحمد لله. وكابتن شريف طبعا حاجه كبيره اللي هو ماسك 2005، واحنا بنكتسب منه خبرات كبيره، وان شاء الله اللي جاي احسن، واحنا فتره التوقف دي بس عشان الامتحانات، وكنا بننزل نتمرن، كابتن عبد الله كان بيبعت لنا فيديوهات على الواتس نتمرنها، وبرده اللي كان عايز ينزل يتمرن جنب البيت كده يجري حوالين، هيجري في ملعب يتمرن مع مدرب بدني عادي يعني. والله احنا كنا مركزين جدا ان احنا ناخد الدوري وكنا الاول، بس جه بقى فتره الكورونا وبتاع فوقفوا، فدلوقتي داخلين على فتره الامتحانات فوقفنا، فكابتن عبد الله كان بيبعتنا على الواتس تمرينات وبتاع عشان الفورمه ما تروحش بتاعت البدني، وكنا كان يعني ايه اللي عايز يتمرن جنب البيت ينزل يجري برضه عشان النفس وبتاع، عشان لو رجعنا في اي وقت له الدوري في اي وقت فنرجع يعني.